جمال، بتشوف ان بيراميدز باللي هو عامله الفتره اللي فاتت والبدايه بتاعته في الموسم الحالي بدايه مش على قدر توقعات الناس؟ لا، هي مش حكايه مش على قدر التوقعات، بس هي يعني الناس كانت مديه الموضوع ممكن اكبر شويه من حجمه، يعني مديين ان فرقه مستقره وعندها فلوس، بادجت بتاعها عالي، جابت لعيبه كويسه، فالطبيعي ان هي تاخد بطوله. لا، هو ده مش يعني البطوله، بس مش السنه اللي فاتت برضو كانوا قريبين قوي وفضلوا ينافسوا لغايه اخر يعني 50 ما انا متر. هقول لك ان البطوله مش لعيبه كويسه بس، لا، البطوله منظومه كامله، فيها داخل فيها الاداره، داخل فيها جمهور، داخل فيها اعلام، لا، في حاجات كتير قوي عشان تقدر ان انت تاخد بطوله. فعشان كده ان اي حد ينافس الزمالك والاهلي، خصوصا على بطوله الدوري، بتكلم تحديدا على بطوله الدوري، ممكن اي حد ياخد الكاس. انا بلعب 4 5 ماتشات ممكن اكسب واخد الكاس، انما بطوله الدوري ان انا اقعد العب ال 36 اسبوع ولا ال 35 اسبوع، صعب، مش سهل ان انا افضل راكب الدوري او ان انا بنافس على الدوري طول المده دي. اعتقد ان بتبقى فيها صعوبه بره الزمالك والاهلي، عشان كده ممكن الناس زي ما قلت كانت فاكره انه بيراميدز ممكن يعني مع الانتدابات ومع زي ما بقول لك في بادجت عالي وفي استقرار في النواحي الاداريه، ما عندهمش مشكله خالص في موضوع الماديات، وجابوا لعيبه كويسه جدا، بس صعب ان انا اخد بطوله الدوري من الزمالك والاهلي. دي وجهه نظري يعني. ليه صعب يا جماعه؟ مكملين كلامنا مع حضرتك، لان المنظومه كلها مش مكتمله. هنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل الجزء